أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة خاصة في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى، أيضا استمرار فرص الأمطار على جنوب غرب المملكة، وأيضا هناك أتربة مثارة بفعل رياح نشطة في بعض الأجزاء الغربية من المملكة. نبدأ نشرتنا باستعراض لصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم. يلاحظ انتشار للغيوم العالية في عموم جنوب الجزيرة العربية وأيضا جنوب المملكة، هي ناتجة عن سحب ركام أو بقايا سحب ركامية نشأت فوق مياه بحر العرب وتحركت غربا باتجاه جنوب الجزيرة العربية. ننتقل الآن لتوزيع أو خرائط توزيع الأمطار المتوقعة خلال يومي الأحد والاثنين. يلاحظ بعض التشكلات الرعدية المطرية المتفرقة والخفيفة في مرتفعات جازان وعسير خلال ساعات الظهيرة والعصر خلال يومي الأحد والاثنين، حيث تكون ذات طبيعة خفيفة كما ذكرنا ومتفرقة، وبالتالي تكون شدتها غير قوية. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع درجات الحرارة المتوقعة من الأحد حتى منتصف الأسبوع. يلاحظ تمركز لكتلة هوائية شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية وأيضا جنوب المملكة وأيضا وسط المملكة خلال بداية الأسبوع، تحديدا يوم الأحد والاثنين. درجات الحرارة يتوقع أن تلامس 50 درجة مئوية في بعض المناطق من المنطقة الشرقية وبعض الأجزاء من منطقة الإحساء. كمثال، تسجل المدينة الدمام يومي الأحد والاثنين حوالي 48 درجة مئوية كحرارة عظمى. العاصمة الرياض تسجل تقريبا حوالي 45 درجة مئوية، وبالتالي أجواء شديدة الحرارة وأيضا مرهقة في عموم المنطقة الشرقية والوسطى. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع الرياح المتوقعة من الأحد وحتى الثلاثاء. يلاحظ نشاط في سرعة الرياح خلال ساعات الظهيرة والعصر في بعض الأجزاء الغربية من المملكة، تحديدا غرب منطقة الرياض وأيضا شرق منطقة الطائف. في هذه المنطقة حيث تنشط الرياح يتوقع أن تثار الأتربة والغبار، وبالتالي تتدنى الرؤية الأفقية تحديدا خلال ساعات الظهيرة والعصر، تتراجع شدة هذه الرياح خلال ساعات المساء والليل. ننتقل الآن للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يصل الطقس غالبا صافي مع 32 درجة مئوية. أما بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال 3 أيام القادمة، يوم الاثنين 45 درجة مئوية إلى 32 درجة مئوية، وبالتالي طقس حار ومرهق في العاصمة الرياض. نفس الأجواء يوم الثلاثاء، لكن اعتبارا من يوم الأربعاء تنخفض قليلا درجات الحرارة، لتسجل الحرارة العظمى 44 درجة مئوية، أما الصغرى 31 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.